مثل كتير من المشاهير بتشكل السوشيال ميديا بحياة ريتا حايك منصة أساسية للتعبير عن نفسها ولتعريف محبينا على هويات المتعددة مثل الرياضة بكافة أنواعها. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ومثل اليوغا. Amazing. وكمان الرقص. بالنسبة لريتا سبور هو جزء أساسي من يومها. قديه السبور بياخذ من وقتك؟ كل وقتي حاليا. لما ما كنت عم صور كل وقتي، لما كنت عم صور ما بقى بلاقي وقت، بس بحس هو كتير مسؤول عن حالتي النفسية والجسدية المنيحة بالسبور، وبفش خلقي بهالطريقة، وبحس بحس كلنا بحاجة لهالشي، انه نضلنا نلاقي شيء لهينا يطلع منا الطاقة، وانا شوي طاقة زيادة عن زوم فبحاجة اكتر اني طلعها. بس كل هالرشاقة يا ريتا جاي بس من سبور او في شوية دايت كمان؟ باكل من كل شيء صراحة، ما لا ايه باكل فرايز كل يوم، اذا باكل اعرف اكله فرايز كل يوم. طيب بعد ما عرفنا هالتفاصيل الشخصية صار وقت نرجع للأجواء الفنية ونعرف أخبار الأعمال الجديدة. خبرني شوي عن هالمسلسل اللي صورتيه من 8 حلقات، شو قصته لمين؟ مسلسل أكشن ثريلر سسبنس، ما كتير فينا نحكي عنه هلأ لأن بعدنا ناطرين الضوء الأخضر من البلاتفورم، بس حيكون شي حلو. معنا عادل كرام وريم خوري وكتير ممثلين، ألان سعادة، وإخراج جيمي كيروز ومازن فياض، وبعدين نعطي تفاصيل لأنه ما حدا بعد بيعرف شي عنه إلا هالمعلومات إذا بدك. طيب وشو رأيك بالمسلسلات المعربة والمقتبسة عن دراما التركية؟ مش غلط. هلأ أنا لهلأ ما بلاقي حالي بقدر، ما عندي نفس طويل إني أصور حلقات طوال. عم بحب أكتر هالشغل اللي بيشبه السينما على حلقات قصيرة إذا بدك، عدد حلقات قليلة، بس ما حدا بيعرف. أنا عم بحب، يعني في حضرت مؤخرا ستيلتو وستيفاني عطلة شاركت بشي كمان حينزل قريبا، والثمن يلي عمل فيه نيكولا كان له دور حلو كتير. أكيد عروس بيروت، بعتقد بيز على نجاح عروس بيروت هن كفوا بهالفكرة. لهلأ ريتا ما شاركت بهالنوع من المسلسلات، فهل العروض قليلة أو في أسباب أخرى؟ سفري على تركيا وتكون عندك عائلة بدك تفكر فيه كتير، تعريف تترك عائلتك 6-7 أشهر، يعني أنا بجرب لقي الميزان المزبوط، وبنفس الوقت الأدوار اللي شوي بتتحداني مثل السريل على صورتها مؤخرا. الدور بعد ما لقيت الدور، طب المسلسلات اللي حضرتيها التركية في شيء هيك دور قلتي ريت أنا مثلته حتى لو كان هالقد القصة طويلة؟ لا، في دور حكينا عليه واعتذرت عنه وما بندم صراحة لأنه ما لقيت حالي. لا نعرف أي واحد أكيد. لا بيني وبينك ما حدا عم يحضر ما هيك. شكرا يا ريتا على هاللقاء، وناطرين جديدك بأقرب وقت.